يا كوري، هو انا ماليش عندك ولا ايه؟ انا لا عايزه اشوفك ولا عايزه اعرفك. لولاش بس انك قلت لي انها مصلحه تخص جوليا انا كنت جيت لك ولا عبرت. طب عينك في عيني كده. فاكره كوري اول مره شفتك فيها؟ فاكره، كنت لسه جاي بطن البقر، وكان يوميها في عيال صيع بيعكسوني، اتخانقت معاهم وضربتهم اما قطعتهم ووصلتني لحد البيت، مع اني قلت لك سيبهم وانا اقطعهم باسناني، بس انت قمت بالواجب. كانت اول مره احس ان ليا ظهر من بعد ابويا الله يرحمه. بس انا كلتهم على بنت حرام. ايه مع عصب يا بنت؟ عصب. عارفه يا اخويا، هو انا من ساعتها كوريا قلبي ما بقاش بتاعي، يلف ويروح ويجي ويركب تكاتك واتوبيسات ومكن، بس ليه راجع في الاخر؟ لازم كوريا اخر اليوم يجي يجرش عندك. كان بيجرش عندي اهي، بس خلاص قلبك اللي غالي عليا ده انت رميته على فرشه في الشارع، بقيت لازق عليه ورقه كده اهو بتقول للبيع، عملت نادي عليه في اللي رايح واللي جاي يمكن حد يشتريه حتى لو كان بالرخيص. عارفه يا كوريا، انا قعدت اسبوعين في عز عند اللي اسمه جاسم ده، عرفت ساعتها ان التقيله في بطن البقره الدنيا وما فيها، وشفت نسوان رخيصه، نسوان تعمل اي حاجه عشان خاطر الفلوس، عرفت ساعتها ان واحده بس في حياتك بفلوس الدنيا كلها، وشفت نسوان حلوه يا كوريا، نسوان تحل من على حبل المشنقة، عرفت ساعتها ان النظرة في عينك نعمة من عند ربنا. ورب العزة يا كوريا، أنا كل كلمة قلتها لك دلوقتي خارجة من قلبي، ما عدتش على ولا حاجة. أنا بحبك أوي يا كوريا. بجد والنبي يا هيما، احلف، احلف والنبي. خلاص، والمصحف خلاص، أنا جاي لك برجلي وبقول لك عايز أركن عندك. طلعي لي بقى بطاقة واكتبي فيها ده بتاعنا. بحبك يا حتتي. وأنا بموت فيك يا مزتي. حضرتك تشرب إيه؟ لا ما لا تمام، إحنا شربنا أصله، شربنا. لا دي محتاجة أشعة، محتاجة أشعة. طيب، أنا هخلع أنا بقى، أنا عايزك تبقي مطمنة بكرة. ها؟ أنا اتفقت أنا وجاسم مع نادر على كل حاجة، المشوار ده متأمن ومتظبط، أنا في ظهري. أو نرجع للست الغلبانة دي فلوسها. مش عارف أنا حرق ونار. يو؟ وحشنا يا كوريا. شايفتك معجب بالمصنع. لا كويس، حلو. أنا كمان بفكر إن أنا وأنتي نتشارك فيه، إيه رأيك؟ بفكر وبشوف. سوري معلش، رسالة بس أشوفها. اتفضل. لا يا فندم، يا رب يكون المصنع عجب حضرتك. ايه حلو كتير. لا يا فندم، ده احنا عندنا كمان عماله مدربه على اعلى مستوى، ده غير المعدات الحديثه يا فندم، وان شاء الله مصنع قريب باذن الله. كتير. وين بتشوفوا الماكينات؟ احنا بنستورده من المانيا يا فندم، وده احسن مكان بيجيب منه مكان. ماشي يا فندم. بقول ايه؟ ممكن دقيقة لو سمحت؟ ها أدردش معاك بس شوية. خليكم، خلي. بص يا دينا، أنا حاسس إن المكان اللي هو بيقول عليه أحدث حاجة ده مش أحدث حاجة ولا حاجة. بعدين مش عارف ليه زي ما بيقولوا عندنا في مصر كده قلب مقبول، حاسس إن في حاجة. بس كيف؟ هو بيقول إنه أحدث ماكينات على مستوى العالم، وأنت كنت من شوي معجب بالمصنع. مش عارف قلبي اتقبض فجأة كده. بصي، أنا طول عمري بتعامل بإحساسي بيني وبين ربنا عمار، إن بحسه بيطلع صح، فأنا حاسس إن في حاجة غلط. بقول لك إيه؟ هتيجي نقعد في العربية في التكييف شوية، يمكن الشمس والحر مش مخليني عارف أعبر لك، يعني يمكن لما نقعد ونهدى في التكييف أعرف أقول لك اللي جوايا. ها؟ تعالي تعالي. تفضلي. تفضلي.
رح نمشي؟ هنلف شوية كده لفة صغيرة بالعربية. انت كتير غريب، انا مو فاهمتك. لوين بدنا نروح؟ بدنا ناخد روحك يا روح امك. امال انتوا لازمة اهاليكوا ايه؟ لازمة اهاليكوا ايه؟ طول بالك يا كبداكي. اهدى خلينا نفكر بعقلنا، الامور ما تتخذ بالطريقة هذه. امال تتخذ ازاي يا شيخ جاسم؟ مش انت اللي قايل لي عندك مصنع وانك مسيطر؟ تتخذ من قدام عينيكوا كده عادي؟ هو قد ايه واحد راجعين يا فندم؟ هتصل بنادر بيه وبلغه يا فندم. كلمه في السكة، يلا كله على رابيته، طيران ورا مروان يمكن نلحقه. بسرعة، وانت اخذ سيارتي واسمع، اي شيء تحتاج اتصل فيني انا تحت امرك، واذا لقيت الاخت كوريا اخذها واتصل فيني. متشكر يا شيخ جاسم. العفو، مع السلامة. يا سوق انت فين؟ طب اجهز انا حد عليك دلوقتي. حاضر فهمك لما اجي. يلا سلام. يعني مفيش طريقه ان احنا نرجع فلوس هايدي غير ان كوريا تنصب على مروان؟ ما تقولش تنصب يا بابي، دي فلوسنا، بعدين مروان هو النصاب والحرامي. بس انا قلقانه قوي على كوريا نادر. ما تقلقيش يا هايدي، قولي الحمد لله ان احنا نجحنا في نص الخطه الاولاني وانت خدتي براءتك. النص اللي جاي اسهل بكتير، وانا متابع مع البودي جاردات. بعدين ما تنسيش ابراهيم معاها، يعني هي مش لوحدها، فما تقلقيش. الو ايه؟ مروان خطفها؟ كده تلف على خلقة ربنا. الله يسامحك. انطقي يا بنت، انطقي. انا هتحرك فورا واعمل تحريات عن كل علاقات ومعارف مروان، واكيد هو مش هيتحرك في دايره اوسع من كده. لا يا علاء، احنا محتاجين نتحرك اسرع من كده. انا كلمتك النهارده عشان انت اكتر واحد ممكن يساعدنا نوفر الوقت. ده وقت التحريات على بيه، مش وقته خالص. الراجل اللي اسمه مروان ده راجل واعي، واكل مال البلد، مش بعيد يتاوي كوريا ويقتلها عشان خاطر بيه. يا محامي يا كبير، اتصرف لنا في كوريا، هتموت من بين ايدينا. انا عارفه حد يعرف كل تحركاته والحاجات اللي هو بيعملها، بس مش عارفه اخليه يتكلم ازاي. مين هو؟ المحامي بتاعه ماجد. ده راجل معبده ودينه الفلوس، بس انا اعرف اجيبه ازاي. انا هفهمه ان انا عايزه يمسك شغلي وهديله اللي هو عاوزه، هيجي على مالا وشه. ايه ده كباك؟ انا اول مره اشوفك كده يا صاحبي. اهدى يا سوكا، دي كوريا، انت جننت. خلاص نتصل بعم شكري ونطب على السيد عيد هي وابوها، ومن الاخر كده الموضوع يخصهم. اكلم عم شكري اقول له عم شكري انا عويل وبنت اختك اتخطفت مني. انا لا هكلم شكري ولا هروح لهايد. امال هتروح فين بس؟ هنروح للاجواد. الو انا جوانا حبيبه قلبي، انت فين؟ الله يخرب بيت امك. يعني مروان رجع مصر ورجع الفلوس البنك؟ والله دي اخر حاجه الواحد كان ممكن يحلم بيها. ابتدينا بقى الاستهبال والاستعباط. بقولك انا جوان، انجزي في ليله اهلك السودا دي. عليا النعمه، لو مروان قلب عقله مع كوريا مش هتكفيني فيها رقبه. الله، وانا اعمل لكم ايه؟ ما تروحوا تدوروا عليه، انا مش عارفني مكانه فين.
طب بص يا بنت الحلال، انا استجدعت معاكي مرتين قبل كده، مره لما اديت دم لامك ومره تانية لما رجعتك من الغربه. هتستوسخي هعمل معاكي اللي ما عملوش مروان. بص يا مزه، احنا مش عايزين لك اذى ولا عايزين لك شر، ومن الاخر كده انت عارفه مروان بيروح فين ويجي منين. ومن الاخر يا بنت الحلال، انت هتنقذي روح ماشي ولا مش ماشي، ولا خلي كبدك يخلي وشك زي وكلت البلح. ما تنجزي يا بيت. بص يا ابراهيم، مروان كان عنده شقه في 6 اكتوبر بقاله كتير مش بيروحها، وبعدين محدش يعرف اي حاجه عن الشقه دي، يعني اكيد مخبي قريبتكم هناك. انا هكتب لكم الموبايل. يلا سوق. يلا يا بنات قوموا عشان نلبس. يلا يلا حبيبتي بسرعه. طب والله العظيم يا استاذه انا ما اعرف اي حاجه عن الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه ده. مكان سري ومروان بيستخبي فيه؟ لا 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 لا، ده كلام غريب جدا عليا. وبعدين انا محامي مش سكرتيرة مروان بيه. انت بتقول ايه يا استاذ ماجد؟ انت اكتر واحد يعرف كل حاجه عن مروان. انا كنت مراته وبقول لك انت كنت تعرف عنه حاجات انا شخصيا ما اعرفهاش. ما تتكلم يا ماجد، الحكايه مش ناقصه لعيبك دي. ما يصحش كده يا استاذ ابو طالب. يا ماجد بيه، انا ضابط مباحث ودكتور نادر استاذ في القانون. لو انت اتسترت على مروان وحصل لكوريا حاجه هتبقى مشاركه في جريمته. لا انا كده بقى لازم امشي، انا مش هسمح بالاتهامات وان الكلام يوصل للمستوى ده ابدا. لا ده انت كده بقى يبقى نويتها النهارده. طلع تليفونك. لا انا مش هسمح. طلع تليفونك. افتح التليفون ده هايدي وشوف المكالمات اللي فيه. هو مكلم مروان امبارح بالليل. شفت؟ يعني انا ما اعرفش عنه اي حاجه. استنى استنى، ده في واتساب بعتها له مروان، بعت له فيها صوره كوريا بيقول له هي دي، بيقول له اه. ده انت بقى اللي قايله على كوريا. طب والله العظيم ما اعرف اي حاجه. ده مروان بيه قال لي اراقب هايدي هانم وابوها، وبعدين قلت له دي معاها واحده حلوه قوي، قال لي تعرفها؟ قلت له لا، راح بعت لي صورتها وقال لي هي دي، قلت له اه هي دي. ما اعرفش اكتر من كده ولا اعرف عنه اي حاجه تاني. لو حصل لها حاجه هتبقى مشاركه في جريمته. يا بيه احب على قدك يا بيه، عشان خاطر ده، عشان خاطر ده بيه كوريا هتموت من ليلة. قول لنا مكانه فين وما نمشي صالح بأي حاجة. ما أنا ما أقدرش أقول لكم على أي حاجة. أنا